فساد بالقطاع الخاص مثل فساد بالقطاع العام. الحكومة تنظر إلى السوريين والسوريات كشركاء أو لا؟ إحنا أي قرار هو ما عم بيكون لمصلحتنا. المواطن السوري بحاجة لعشر ملايين ليرة سورية لحتى يعيش. نلاقي نحن قرار بيطلع بيرجع بيطلع تعديل. المسؤول في صلة وصل مقطوعة بينه وبين المواطن. ما هي هويتنا الاقتصادية؟ سؤالي من يدير الاقتصاد في سوريا؟ المستثمرين الخارج الأجنبي اللي بده يفوت على البلد أو أي حدا بده يقوم بالاستثمار عم يقلك أنا عندي العائق، العائق هو بسعر الصرف. عدم ثبات سعر الصرف هو رح يشكل حالة عدم من الاستقرار بالاستثمار. الموضوع الضريبي هو اليوم الهم الأكبر، خاصة بعد التحديد من فترة، يعني في بعض السلع، في بعض المواد، المهن عفوا، اللي تحدد عليها الضريبة، اللي تحددت عليها يعني وضريبة القيمة المضافة، فعلى الربح الصافي، الربح اللي حدد له جدا ضخم، هذا سيؤدي حتما إلى إغلاق شركات كبيرة. هذا الاستثمار يعني صار في بيئة مستقرة نسبيا، ففي في في معامل عم تفتح، في ورش صغيرة ورش كبيرة عم تفتح، في أسواق جديدة عم تكون في المناطق، يعني بمناطق هي كانت شبه ريفية صار بلشت تتحول لمدن حضرية ويصير فيها أسواق ويصير فيها شغل. الناس ثقتهم المطلقة الأولى رغم كل شيء هي بالدولة، لأنه تجربتهم مع القطاع الخاص تجربة كتير سيئة، بغض النظر عن صوابيت القطاع الخاص. يعني كل غالبية، إن شاء الله ما نعمم، غالبية السوريين والسوريات ينظرون إلى القطاع الخاص كغول. خاص بناخذ موضوع الاستشفاء مثلا، فبالتالي العلاقة مع القطاع الخاص هي علاقة مهزوزة. جعلنا القطاع الخاص يظهر بمظهر المظلوم، وهو أبدا ما هو مظلوم، وهو قطاع ظالم، وقطاع يكاد يتخلى أو تخلى عن دوره الوطني. أنا من خلال عملي المباشر والتماس المباشر، الثروات التي جمعت من عام 2011 لليوم من التجار بتبني أربع دول مثل سوريا، شايف المنصة التي يعترض عليها كلهم، هاي المنصة كانت عم تخليهم لهدول التجار يعملوا شيء اسمه نسبة تحوط. ماذا يعني نسبة تحوط؟ المنصة هي أنك أنت بدك يعني ما بس هيك شرح بسيط عن المنصة اللي كان حكى عنها كتير. انت اليوم بدك تستورد بمليون دولار بضاعة، انت ما في عندك دولار، انت بتروح بتعطي سوري لهذا المكان، هو بيعطيك دولار تستورد. فكانت المشكلة بتصير انه انت بتروح تعطي سوري بيرتفع الدولار، فانت بتخسر، بدل ما يعطوك مليون دولار بيعطوك 700,000. فيلجأ التجار لشيء اسمه التحوط. التحوط انه هو بيعمل السلعة اللي كان بده يجيبها ب200 ليرة فرنا، ب10,000 ليرة، بيعملها ب20,000، بيعمل فالثروات التي جمعت مخيفة. الناس لهلا ما بتثق، ما بتحط أملها غير بالدولة. إيه صح، ما بتحط أملها بالقطاع الخاص. أنا عندي كتير نقطة هامة بموضوع اتخاذ قرار للتحول الرقمي. هل يا ترى هو أجى بالوقت الصح؟ يعني بظروفنا الحالية بسوريا، يعني هل إنه اللي اتخذ هذا القرار فكر إنه هو هذا الوقت الصحيح لنحن ندخل عتبة التحول الرقمي؟ أنا ما شفت إنه في المزايا موجودة والسلبيات موجودة، بس أنا ما شفت المزايا هي قد السلبيات. اليوم نحن عنا إشكالية، مو بس القرارات اللي عم تطلع أحياناً هي تجريبية، نحن عنا مشكلة بالقوانين. يعني اليوم ما فيك تغير شيء بدون ما تكون عم تحط قوانين مناسبة. شكل الاقتصاد عم يتغير، شكل الواقع عم يتغير، فنحن بدنا قوانين جديدة تكون هي عم تحمل هدول التغيرات، عم تحمي المواطن، لأن الدولة بالنهاية هي المسؤولة عن حماية المواطن، هي المسؤولة عن كرامته. أنا مع القرارات التجريبية، لأنه التجريب هو دينامية، هاي الدينامية بتشوف هذا ضباط بتلاقي أحسن بتلجأ، ولكن أن تكون دينامية التجريب هي دينامية تبادلية، بحيث أنه مو أنا لحالي أحكم على هذا القرار هل هو صائب ويؤدي الغرض ولا لا،
وين حكم الناس إذا كان صائب ويؤدي الغرض؟ في بعض الملامح الأساسية أو القرارات إذا بدنا نحكيها بمناطق شمال شرق بسوريا، هي رفعت كتلة الرواتب أو الأجور. كان في عندهم رفعتهم بآذار وبآب على ما أعتقد. بآذار رفعتهم هو الحد الأدنى من 160 ألف إلى حوالي 525 ألف، الحد الأدنى للرواتب. رجعت بشهر الثامن صار في رفعة أخرى بنسبة 100%، وحددتها الحد الأدنى 80 دولار، الحد الأعلى 550 دولار، لكن دفع بالليرة السورية. يعني يحدد رواتب الموظفين بالدولار لكن دفع يكون هو بالليرة السورية. أيضا في شمال شرق وفي شمال غرب هي نفسها عم يعانوا السوريين. ولما بلشنا نقرأ بعض القرارات والإجراءات اللي عم تصير تقريبا متساوية، تقريبا ما يعني مو بس المعاناة وما ومحاولات العلاج هي نفسها متشابهة. وضع الشباب هلأ هو بده يسافر وبده يهج وما عاد بيعني، يعني هو للأمانة في كتير شباب ما عاد عم يعنيهم الموضوع، ما عم يعنيهم أنهم يغيروا، لأنه صاروا عم بيحسوا أنه يعني هنا ما قالن يد، فما عم بيغيروا وعم بيطلعوا وعم بيسافروا وعم تبقى البلد للموجود فيها. يعني اليوم ما عاد عم بيدور على الموارد، ما عاد عم بيدور على الفرص. اليوم هو قاعد إلى حد ما أنا مقدرة اليأس ومقدرة الحالة الاقتصادية ومقدرة إنه الواحد عم يشتغل 3 و4 و5 شغلات وما عم يلاقي، بس كمان بنفس الوقت أنا كمان عم شوف كتير من الأشخاص هن قاعدين وبطلوا يزرعوا أرضهم وبالغوطة مثلاً، وبطل بده يعمل شيء وهو ناطر المساعدة اللي بدها تجي آخر السنة. حتى تدهور أو جمود فهو مخيف، إذا بدنا نطلع يمكن عليه بعد 10 سنين رح لاقي إنه كتير من القطاعات هي عم تفقد أهم الناس اللي عم بيشتغلوا فيها. في أشخاص معينين يمتصون موارد هذه البلاد. السؤال اليوم، من يدير الاقتصاد في سوريا؟ إلى أين موجه تنمية الاقتصاد؟ على حساب من اليوم تدار الموارد ولصالح مين؟ نرجع نقول نحن ما هي هويتنا السورية قبل، يعني كمان يعني الهوية أصلا مهددة. يعني هويتنا نحن أنه نحن من نحن كسوريين، يعني إلى أي محور ننتمي، مين اللي عم يتبنى أو يتبنانا، ما هو الاستقلالية بقرارنا الاقتصادي. نحن نقول يعني اقتصاديا لمين تابعين؟ تريد شكل الاقتصاد السوري من أجل أن تنهج المؤسسات بنهج هذا الاقتصاد، حتى لو كان الاقتصاد الذي سيتم اختياره صعب. معلش، على الأقل نعلم أنه مثلا عندنا سنتين تحرير أسعار كامل، تحرير أسواق وإلى كل ما يتبعه من بأحد الأنواع الاقتصادية. نعرف أنه نحن بعد سنتين ستعود الأسواق وترتب نفسها ويعود الاقتصاد ويرتب نفسه. نحن كسوريين وكسوريات السؤال الجوهري الآن ما مدى قدرتنا، ما هي رؤيتنا لإيجاد شبكات دعم مجتمعية وليست اجتماعية، مجتمعية يشارك كل الناس فيها، كل واحد حسب مثل ما بده، لأنه الآن في قواسم مشتركة. أعتقد أنه لازم يكون عم نشكل هاي شبكات مجتمعية تكون هي حامل أساسي للاقتصاد السوري، وهذا بيقتضي تعميق حالة التشاركية ما بين المجتمع وبين مؤسسات الدولة. احتياج المجتمعات المحلية هي مواردها، لازم تغطيها، لازم تغطي من الموارد اللي عندها، تغطي الاحتياجات تبعها، وبعدين الفائض يرجع يتشكل بالمركزي وينعاد توزيعه. بجامعة دمشق بكلية الاقتصاد كانوا كتير عم يحكوا عن موضوع إلاء القطاع الخاص دور بالتنمية الاقتصادية وترك المجال لإله. هلأ أنا بشوف القطاع الخاص كتير مهم فعلا أنه من الناحية الاستثمارية والتنموية، ولكن دون إلغاء دور الدولة بالإشراف وتوجيه رؤوس الأموال. البحث عن خلاصات فردية، خلاصات فردية لتشكل تراكمات للوصول إلى خلاص جماعي. وعدا عن ذلك في ظل المنظومة الحالية لا يوجد خلاص جماعي مباشر، ولا يوجد شخص ولا تجمع قادر أن يضع وصفة للخروج من هذا النفق. الدور الرقابي كتير مهم،
بس هذا الدور الرقابي عن جد نحن ما عم نقدر نعمله، المجتمع المدني ما عم يعمله. نحن اليوم نفتقد لهيئات مدنية هي بتشتغل دور رقابي. أنا بدي أقول إنه الجميع شركاء بهذا الوطن، وبالتالي البناء كمان في قضية مهمة، تحليل نتائج التجارب الإيجابية اللي صارت والبناء عليها. وأنا بقول الرافعة لاقتصاد سليم هو قوانين حمائية، ليس فقط للتجار وللاقتصاد الوطني بحد ذاته، وبنفس الوقت للمجتمع المدني. يعني أنا ما بدي أي طرف يتغول على طرف آخر.